قدير على شاشة صور. تحضير البندورة اليوم الهواء الوقت طار ركد. بندورة معلقة مقلية بالزيت. يلا اليوم رح يكون معنا بندورة معلقة أو بلدية مستوية، زيت زيتون ملح وفلفل. شو هالطبق السريع؟ بندورة معلقة موسمها هلأ بالسوق، جيبيها محمرة خليها بقشرها، أو إذا بدك بلدية بس حمرة 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 وقطعيها هالمرة بالعرض دوائر. رح نروح نحط زيت زيتون حصرا، زيت قلي مش زاكي. زيت زيتون حطي كمية مش قلي، بس هاي كيف بدي أحكي لك زي سوتير يعني. خلي درجة حرارة الزيت تطلع، وما بدها توم كمان، درجة حرارة الزيت تطلع مباشرة. رح أروح ألحقها ومعك لانا نشوف شو عندهم. يلا عمر الزيوت صباح الخير، وبقول لك سلم ايديكي. ام انس بتقول يعطيكم العافيه، عافي قلبك يا رب. احمد بيصبح علينا. مين كمان؟ ام ابراهيم الدويري صباح الخير يا ام ابراهيم. ام سلمان بقول لك يسلم ايديكي. ومين كمان معنا؟ احمد بقول صباح الخير. ومعنا كمان فاطمه الحموري بتقول مبدعه يا شف علا. ام رامي بتصبح علينا وبتطلب منك تعملي وصفات لمرضى السكري. حاضر. أشرف اليسوري بيقول مرحبا مرحب يا أشرف. أم شادي تعاملي بتقول صباح الورد يسعد صباحك. فوزية الخواجة بتصبح علينا يسعد صباحك يا فوزية. مين كمان معنا؟ أسماء أبو إبراهيم بيقول صباح الخير يسعد صباحك يا أبو إبراهيم. مين كمان معنا؟ شوف على هذا الطبق على فكرة يعني قلاية بندورة، يعني هي أذكى طريقتك صراحة أذكى. القلاية قلاية ما في خلاف. طبعاً طبعاً. هاي بقشرها وبعدين حطيها على وجهها على البزر بهالشكل، أوكي، وبقدميها بهالشكل وغمسيها وما بدها ولا توم ولا إشي على الوجه مباشرة، رشة ملح ورشة فلفل أسود وبس. يا الله حبيت صراحة الطبق. ومع هذا البينك الصحي بصير غير شكل. هاي فلفل اسود وجربي شوفي، وهي حمرة زي الدم البندور. يا سلام. استناها تستوي على الاخر صح؟ اي. رح نروح نغطي عليها، ضروري تغطي عليها عشان تستوي.